النرجسي والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أحبائي أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان في حلقة جديدة من فضفضة مع نعمان. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان بحلول شهر رمضان العظيم. تتقاطر علي الرسائل من المتابعين والمتابعات، وقد اخترت رسالة غريبة جدا، رسالة صدمتني وسوف تصدمكم يا إخواني وأخواتي، من إحدى متتبعات هذه القناة الكريمات من لبنان. هذه الرسالة هي: كوتش نعمان عندما يأخذ النرجسي المصحف ويقرأه، هل هو بالفعل يقرأ القرآن؟ في ماذا يفكر بالضبط؟ أختي العزيزة، سؤال جميل، سؤال ذكي، ولدي الجواب. عليك أن تنتبهي جيدا، لأنك بالفعل قد فجرت سرا من أسرار النرجسي. النرجسي لديه علاقة غريبة بالمصحف، ولكن ليس ما تظنون. اليوم سوف تعرفون ما هي هذه الأسرار. هل بالفعل النرجسي يقرأ القرآن بقلب صافي أم ماذا؟ قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين السيكوباتيين والقوارض البشرية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة الخاصة والرمضانية من فضفضة مع نعمان. قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط. إذا كنت رجلا وضحية لمرأة نرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار. كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. هذه الاستشارات قد أنقذت أرواحا صدقوني. القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب هو مقدس بالنسبة للمسلمين بطبيعة الحال. عندما نريد أن نرتاح، عندما نريد أن نصفي أذهاننا قلوبنا، فنحن نأخذ المصحف الكريم ونقرأ بقلب نقي، نقرأ بتمعن، بتركيز، بابتهال. أختي العزيزة، أخي العزيز، يا من تشاهدونني الآن، هل بالفعل تحسون بتلك الراحة، الطمأنينة الغريبة عندما تأخذون القرآن الكريم وتفتحون صفحاته؟ أجيبوني في خانة التعليق. وشهر رمضان بطبيعة الحال هو شهر يشجعك تلقائيا ولا إراديا على قراءة وتلاوة القرآن، أليس كذلك؟ ولكن نحن هنا نتحدث عن القوارض البشرية، نتحدث عن النرجسي الخبيث، النرجسي الذي يستعمل كل شيء لمصلحته، هذا المنافق الخطير الذي خصه الله بصورة المنافقون، أليس كذلك؟ هذا النرجسي فهو كما قلت يكره شهر رمضان ويكره جميع الطقوس المتعلقة بهذا الشهر، وخصوصا تلاوة القرآن. ولكن ويا للمفارقة، يا للعجب، فهو أيضا ينافس المتنافسين على قراءة القرآن وترتيله، ويبدأ في استظهار الآيات كما لو كان مؤمنا تقيا، وهو في الحقيقة شيطان رجيم. هنا خصوصا أتحدث عن النرجسي المتدين الذي يظهر الدين ولكنه يخفي الكفر والإلحاد. ألا ترون هذه الحالات في المجتمع؟ أنا متأكد من هذا. وقد يكون شريكك يا أختي العزيزة من هذا النوع النرجسي المتدين. نعم، أنت ترين هذا الخبيث يأخذ القرآن ويقرأه، وأنت بالفعل تصابين بالدهشة لأن تصرفاته هي تصرفات شيطانية. هو يزني، هو يخون، هو يكذب، هو يسرق،
هو يشتم الآخرين، هو يحتقر الجميع، وقد يسب الذات الإلهية والعياذ بالله. بالإضافة لكل هذا فهو شرير، خبيث، لئيم، حسود، حقود، والصفات لا تنتهي. أخبريني يا أختي العزيزة إن كنت قد نسيت صفة من صفات هذا الشيطان. هنا أنت بالفعل تتفاجئين، نعم هو يقرأ القرآن، ربما قد تغير، ربما قد لان قلبه. أختي العزيزة حذاري من الوقوع في هذا الخطأ. النرجسي لا يتغير أبدا، هو فقط يريد أن يظهر بمظهر التقي الوارع، لأنه منافق ولأنه حرباء يتلون حسب الظروف. هو في شهر رمضان عليه أن يتلون بلون المتدين التقي حتى يخدع الجميع. وهنا سوف أجيب عن هذا السؤال. عندما يصلي النرجسي وعندما يقرأ القرآن، هل هو بالفعل يشعر بشعور التقي المؤمن الحقيقي؟ هل هو بالفعل مركز في قراءة القرآن أو في الصلاة؟ هل هو بالفعل يتدبر هذه الآيات ويتمعن في معانيها؟ الجواب هو لا والف لا، والدليل هو أنه لا يطبق ما يقرأه في القرآن ولا في الصلاة التي يصليها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هنا أريدك يا أختي العزيزة في المرة القادمة أن تركزي مع حركات النرجسي، خصوصا عندما يقرأ القرآن، عندما يأخذ المصحف سوف تلاحظين أن عينيه تتلفتان يمينا وشمالا، وحركته غريبة تدل على أنه ليس مركزا في المصحف. لماذا؟ لأنه يريد أن يثير الاهتمام، هو يتأكد من أن الآخرين هم يرونه ومعجبون به وهو يقرأ القرآن أو يصلي. هذه الحركات في عينيه هي أكبر دليل على أنه غير مركز فيما يقرأه، بل في الحقيقة فهو مستهزئ والعياذ بالله بالقرآن الكريم، وهو في صلاته فهو فقط يحفظ سورة أو سورتين، يعيدهما، يرتلهما ترتيلا، ولكنه بالفعل لا يعي بمعانيها. وقد يصلي، وهذه حالات بالفعل موجودة، قد يصلي بدون أن يتوضأ، نعم، وبدون أن يقرأ أي سورة، هو فقط يتمتم. هذه معلومات صادمة يا أختي العزيزة، ولكن إنها الحقيقة. وهنا أريدك أن تدلي بشهادتك في خانة التعليق. هل اكتشفت هذا؟ هل اكتشفت أن النرجسي عندما يأخذ المصحف ويقرأه فهو لا يرتل بل يتمتم كلاما غريبا لا علاقة له بالآيات، أليس كذلك؟ وعندما يصلي فهو ينظر يمينا وشمالا، يتحرك، أي أنه غير مركز وغير ثابت في صلاته. الصلاة لديها طقوس، الصلاة لديها معايير علينا أن نقتاد بها، ولكن النرجسي لا، النرجسي غير منضبط ولا في الصلاة، لأنه بكل بساطة غير مقتنع بالصلاة ولا بالقرآن. وهنا بطبيعة الحال أريدك أن تنتبه جيدا يا أختي العزيزة، لأنني سوف أفجر قنبلة من العيار الثقيل، إنها مفاجأة لم تتوقعيها، ولكن بأنك متابعة لهذه القناة فأنت الآن تتوقعين أي شيء من النرجسي، خصوصا إذا كنت تتعايشين مع هذا الشيطان. النرجسي عندما يصلي وعندما يرتل القرآن، عندما يقرأ المصحف، عندما يأخذه بين يديه ويقلب صفحاته، فهو في الحقيقة لا يقرأ القرآن، هو يفكر. النرجسي يعيش في عالم آخر، في عالم موازي، هو يخطط لمكيدة من المكائد، هو يراجع تصرفا مثلا لأحد زملاء العمل كيف عليه أن يرد عليه، يفكر في تصرف من تصرفات زوجته كيف عليه أن يعاقبها، يفكر ويخطط لمكيدة، لمصيدة عليه أن يوقع أحدا فيها، لأنه دائما يخطط، دائما يكيد المكائد، يحس أنه محسود، يشعر بأنه مكروه من الآخرين، وفي الحقيقة هو الكاره، هو الحسود، هو الحقود،
ولكن بما أنه يحس بأنه أفضل من الآخرين، فهو يعتقد بأن الجميع يكيدون له المكائد ويريدون تحطيمه، ولهذا فهو دائما يخطط. وإذا ركزت معه جيدا فأحيانا فحركته تخونه، خصوصا عينيه، لأن العينين هي مرآة الروح. العين تخدع صاحبها، خصوصا إذا كان ذا نية شريرة كالنرجسي. ولهذا فسوف تلاحظين هذه الحركات اللا إرادية التي يقوم بها النرجسي، وأيضا نظراته الخاطفة عندما يقرأ القرآن. وهذا دليل أنه يخطط، أنه غير مركز فيما يقوله، وأنه فقط يتمتم، يقول كلمات غير مفهومة لأنه يفكر في شيء آخر. هو يستعمل القرآن فقط كمظهر، كإطار، لكي يزين صورته أمام الآخرين. للأسف الشديد هذه هي القوارض التي أتحدث عنها. نحن أمام كائنات خطيرة، منافقة، شريرة، كائنات تستعمل جميع الوسائل لكي تخدعنا، لكي تلعب دور الأشخاص الطيبين، المؤمنين، الصالحين، الأمينين، ولكنهم في الحقيقة تماسيح، حشرات طفيلية مضرة، قادرة على التهام الفريسة في أي وقت بدون رحمة، بدون شفقة. وهذا هو أكبر دليل على أن الحل الأول والأخير للتعامل مع هذه الكائنات الشيطانية هو الهروب وعدم النظر للوراء. إذا أعجبكم هذا الفيديو الخاص، المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب مهم جدا للاستشارات لمن يريد أن يقفز قفزة نوعية في حياته. هذه الاستشارات قد أنقذت أرواحا، سأواكبك شخصيا في علاقتك السامة مع النرجسي أو السيكوباطي. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل بالفعل لاحظت أن النرجسي عندما يقرأ القرآن فهو يتمتم بكلمات غير مفهومة، أنه غير مركز فيما يقوله وفيما يقرأه؟ أجيبيني بصراحة الآن وفورا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين، السيكوباطيين، والقوارض البشرية السامة والخبيثة. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم. رمضان مبارك سعيد، صلوا على نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكالعادة أحبائي، كونوا سعداء.